السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. بداية نعرفكم نفسي، اسمي شدى الزندوتي، طالبة الطب سنة رابعة. بإذن الله بنعطيكم الكورس الإنجليزي لسمستر الانترودكشن. الكورس حيكون شامل ما قبل وبعد النصفي، مكثف توا للنصفي، مكثف لما بعد النصفي. محاضرات النصفي حيكونوا كالتالي: المحاضرة هذه يونت 1 و2 و3 بالجلوسري بتاعهم، المحاضرة اللي بعدها 4 و5 و6 و7 بالجلوسري بتاعهم نفس الشيء، والمحاضرة الثالثة حتكون جرامر، أو ممكن تنقسم لمحاضرتين على حسب طولها. المحاضرة هذه قلنا بناخدو اليونت الأول والثاني والثالث، بناخدو الجلوسري بتاعهم. دكتوركم يحب الجلوسري بشكل رهيب، اصلا هو شو بيجيب لكم غير الجلوسري؟ هي ماده مصطلحات توا، باش بتعرف مصطلحات الطب اللي انت بتواجهك لقدام، تمام. كذلك نقطة تانية، ان الدكتور هذا العراقي يحب الجرامر بشكل رهيب، حتى لو قال لكم 20% من الامتحان جرامر، اعرفوا انه 50% او اكتر جرامر، تمام. هيك اتفقنا، نبدأ على بركة الله. أول يونت هي Hospital Departments. Hospital Departments. دقيقة. تمام. Hospital Departments اللي هي أقسام المستشفى. إحنا يتكلم لك على Hospital اسمها Heartland. فقط بيوريك الأقسام اللي فيها. قالك First Class Departments، أقسام درجة أولى. طبعاً شو بيقولوا على روحهم يعني. أول قسم هو Pediatrics. Pediatrics هذا القسم له علاقة أو ليوفر العناية أو الرعاية الصحية from birth من الولادة إلى adulthood هي البلوغ. من يعني الأطفال؟ يعني لمن هذا؟ للchildren. للchildren، تمام. Pediatrics قسم الأطفال يوفر الرعاية من وين؟ من birth اللي هو الولادة إلى adulthood سن البلوغ. قسم اللي بعده obstetrics. obstetrics الولادة، قسم الولادة يعتني بمني؟ مدام هو الولادة إذن الwoman. خيرهم through all stages of pregnancy يعني خلال مراحل الحمل. كذلك لما يقولك مثلا يعتني بال unborn children أو unborn child، تمام، اللي هو الطفل يلي لم يولد بعد، هذا مهمة مني، مهمة الأوبستيتريكس. مهمة الأوبستيتريكس، ركزوا معي. الأوبستيتريكس هو الولادة، قسم الولادة أو قسم النساء والولادة. يجوه الومن النساوين خلال جميع فترات الحمل أو جميع stages of pregnancy. كذلك لما يقول لك يعتني بالunborn children أو unborn child اللي هو لم يولد بعد، يعني قاعد في بطن أمه، يعني من بيمشي؟ بيمشي للأوبستيتريكس. بيدياتريكس هذا تشايلد خلاص، يعني من الولادة لما يولد خلاص يبدأ مسؤولية البيدياتريكس. راديولوجي، راديولوجي هو قسم الأشعة، creates x-rays يدير لك صور x-ray، سيتي سكان أشعة مقطعية لكل الديبارمنتس. عادي ممكن يجوز إنك مثلا انت في قسم الراديولوجي باهي يطلب عليك واحد من قسم البيدياتريكس يطلبوا صورة لطفل، او يطلبوا صورة للقلب، او اي صورة لاي قسم. فاذا يتعامل مع كل الاقسام، هذا رقم واحد اللي يتعامل مع كل الاقسام. اثنين يتعامل مع كل الاقسام من هو الباثولوجي. باثولوجي علم الامراض او قسم الامراض. شي بتجيه؟ بتجيه samples أو test samples، عينات اختبار، لا اختبار عينات أو عينات الاختبار من كل الأقسام. عادي تجي عينة من obstetrics، عينة من pediatrics، عينة من cardiology، عينة من أي مكان هو ملزم إنه يحللها، عينة من القلب، عينة من المشيمة، عينة من أي حاجة في الطفل. يعني هذا تاني شيء بتجيه من كل الديبارتمنتس، يعني انتوا عندكم الراديولوجي والباثولوجي يجيه من كل الديبارتمنتس. Test samples for all departments او يجري اختبارات على العينات من كل الاقسام، تمام. Surgery من عارفش السيرجري؟ السيرجري هي الجراحة. Performs everything from routine procedures to organ transplant. قال
كثير كل شيء، من العمليات البسيطة زي خياطة جرح إلى organ transplant. شنو هي organ transplant؟ هي زراعة الأعضاء. إذا surgery هي الجراحة، تدير كل شيء من routine procedures إلى organ transplant. cardiology أو الكارديولوجي، كارديو، من ما يعرفش الكارديو؟ كذلك اسم شائع حتى من غير انك تخش طب ولا حاجة، لما يقول لك في قسم الكارديولوجي يعني قسم القلب. اي تعريف، اي خيار تلقى فيه heart وإلا heart problems تمشي طول تختار الكارديولوجي، تمام؟ كذلك حتى مثلا لي علاقة بالblood pressure، blood pressure اللي هو ضغط الدم، لي علاقة كذلك بالكارديولوجي، تمام؟ investigates and treats all heart problems. يشخص ويعالج كل حالات القلب أو كل مشاكل القلب. dermatology derma من ما كذلك كان عرفوها مصطلح معروف اللي هو الديرما. dermatology هو الجلدية، تمام. cares for everything from rats to skin cancer. ليها علاقة أو يوفر عناية لشيني لكل شيء من التلول. تلول يطلع على الجلد، مثلا انت كان عندك جلد عادي فجأة لقيت فيه ارتفاع بسيط وهو ارتفاع ما هوش حبة ولا شيء، تلول. الى skin cancer عفان الله هو الكانسر في الجلد، تمام. اذا هذا الدرماتولوجي له علاقة بسكن، اي حاجة فيها skin. كذلك rash، rash اللي هو الطفح الجلدي. orthopedics، orthopedics، orthopedics هذا قسم، شنو قسم العظام. provides bone and joint care، عناية اليمينية للعظم والجوينت اللي هي المفاصل، كذلك حتى للمصل، المصل محسوبة عليهم، تمام كي. emergency، الامرجنسي ديبارتمنت اللي هي قسم الطوارئ. من بيجيك في قسم الطوارئ؟ هل واحد مثلا جاي بيكشف عليه الضغط الدم بتاعه، ولا جاي بعين كحة بسيطة؟ لا طبعا، اللي بيجيك في قسم الطوارئ يعني في حالة خلاص ما عادش تتحمل، خلاص شخص بيموت. treats patients، تعالج المرضى. life threatening conditions، life threatening conditions اللي هي مواقف مهددة للحياة، life threatening مهددة للحياة. إذا emergency له علاقة بالمواقف المهددة للحياة، يعني خلاص شخص بيموت. additionally our pharmacy can fill prescriptions 24 hours a day 7 days a week. قالك كذلك الصيدلية بتاعنا، pharmacy معناها الصيدلية، can fill prescriptions، تعبي الوصفات. prescriptions تعرف شنو هي؟ الوصفة اللي يكتبها لك الدكتور، كذلك تعطيها لك الفارماسي 24 hours a day، مفتوحة 24 ساعة في اليوم 7 أيام في الأسبوع، إذا 24 ساعة مفتوحة. هذه حاجات بتحل بها true or false اللي عندك هنا. طبعا الدكتور ممكن هذه true or false مش حتجيكم إلا لو جاب لك قطعة وإنت تفهم منها شنو صاير، أو واحدة من التعريفات يقولك pediatrics care for pregnant women، تقول له غلط لأن pediatrics care for children، أما obstetrics care for many for pregnant women. هنا دكتور سيلفر department performs organ transplant، قالك دكتور سيلفر، قسم دكتور سيلفر يدير لك العمليات الزرع أو زراعة الأعضاء. نمشي ندوره دكتور سيلفر هنا شنو قسمه، ولو لقيناه جراحة فإذا هي صح، وهي فعلا صح true. دكتور هوارد and Luke departments work with all hospital departments، يعني دكتور هوارد ولوك أقسامهم يخدموا مع كل أقسام المستشفى. إحنا من قلنا يخدموا مع كل أقسام المستشفى، راديولوجي قسم الأشعة، الباثولوجي علم الأمراض أو قسم الأمراض، ولا وهم فعلا ينتموا لهذه الأقسام، إذا true. The pharmacy is closed on Sunday. إحنا قلنا إنها مفتوحة 24 ساعة ولا، وقالك هنا مسكرة أيام الأحد، إذا تقول له غلط، تمام. فهو هذا السؤال هو الأهم فيهم كلهم كلهم كلهم، وتركز عليه كويس، اللي هما التعريفات. هو شبه يعني كلام مغير شوية بس على التعريفات اللي خديناهم هنا، فنشوف إحنا شنو فيه.
The hospital departments that specialize in treatment of heart and heart disease. The department أو قسم المستشفى المختص specializes in treatment في معالجة الهارت القلب والهارت ديسيز أمراض القلب. إحنا قلنا لأي حاجة فيها القلب شو نمشي طول الكارديو، إذا ناخد الكارديو وهي الإيه. The hospital departments that treats women and unborn children. أهي قلناها unborn. شوفها unborn. مش تشوف لي children تقولي pediatrics اللي هو قسم الأطفال، لا، لأن هذه ال unborn قاعد من ولدوش قاعدين فضل أمهم، يعني الأم اليوم تمشي لقسم الأطفال، طبعا لا، تمشي لقسم ال obstetrics. إذا B هي ال obstetrics. The hospital department that specializes in the treatment of the skin and skin disease. تو هنا قالك تختص في معالجة البشرة ومشاكل البشرة أو أمراض البشرة. هذا مني عند الديرما ولا؟ إذا الديرماتولوجي هي C. The hospital department that specializes in the treatment of bones and muscles. Bones عظام، muscles عضلات. إذا D اللي هي orthopedics العظام، قسم العظام. طبعا بناخده في الدرس اللي بعده هو الأشخاص أو الدكاترة المختصين، مثلا بيدياتريكس قسم أطفال بيدياتريكس، لكن بيدياتريشن هو دكتور الأطفال. ومرات يلعب لك عليهم يقول لك أي من التالي ليس قسم في المستشفى، يجيب لك بيدياتريكس أورثوبيدكس كارديولوجي، ويجيب لك معاهم خيار رابع مثلا ديرماتولوجيست اللي هو تختار ديرماتولوجيست، لأن ما قالكش ديرماتولوجي ديبارتمنت، لكن ديرماتولوجيست دكتور جلدية. يعني تركزوا لي لما بناخذوهم بعد شوية في اليونت 2. The hospital department that specializes in treatment of children. احنا قالك children بس، ما قالكش شني، ما قالكش unborn قاعدين ما نولدوش، لا، قالك children فقط. إذا تمشي تختار البيدياتريكس، بيدياتريكس هي الإي. تمام، هنا نشوفوا يجيب لك مثلا هذه الجملة في الخيارات، يجيب لك هذه الجملة كهيئة سؤال ويخليك هذا الفراغ هي أكمل، ويجيب لك الخيارات هذو أنت تختار، فهي سهلة جدا. تعالوا نشوفها. أول شيء please take the sample to شني for testing. sample sample معناها عينة، ما دام أنا قلت عينة وبنختبرها testing، اليوم نمشي لقسم الباثولوجي، قلنا إنه ياخذ يتعامل مع كل الأقسام ويختبر في العينات. إذا قسم الأمراض. an ambulance. من أول ما قلت ambulance خلاص نحل عندي السؤال. من أول ما قلت ambulance معناها سيارة إسعاف. سيارة إسعاف وين ترفع القسم الطوارئ. إذا emergency room. an ambulance brought the patient to the emergency room. تمام، جميل جدا، استعملنا pathology، استعملنا emergency. could you get the x-ray from قلت x-ray خلاص، قلت x-ray تم، طول تمشي دماغي الى radiology. the نقاط on the first floor should have the medicine you need. شن هي اللي مفروض اللي في الدور الاول المفروض انها عندها الدواء اللي تحتاجها. مدام قلت دواء، اذا شنو؟ pharmacy. واضحة يعني كان دوايات وين؟ في الفارماسي. take this patient to surgery for her transplant. أو قول take this patient to space اللي هو فراغ for her transplant. transplant شو نقول معناها؟ معناها زراعة ولا زراعة. قال خذ هذا المريض إلى نقاط للزراعة. زراعة وين ديروا فيها؟ في surgery. في surgery department. تمام، ما أستريح منها. سهلة التعريفات وبسيطات جدا. هنا هذا جزئية listening تقدر انك تفوته كله حرفيا مش حيجيبهولك الا لو جاب لك قطعة فهي ثلاثة اربعة سطور تقراها وتطلع على شن كانوا يتكلموا، او مثلا قالوا لك القسم الفلاني في اما دور وهكذا. تو زي هنا اعطاك الدكتور تسمعه قبل، بعدين قال لك وين قسم الدرماتولوجي. Where's the dermatology department? فأنا من خلال السبعة عرفت إنه في الثيرد فلور، نمشي نختار الثيرد فلور. ف
فحرفيا مش حيجيبها لكم هي الا لو جاب لكم باسج، وانتم بعدين سهل جدا تقدروا تطلعوا المعلومات اللي تبوها من النص نفسه اللي جايبه لكم. هذه نفس الشيء حتى هي تقدر انك تفودها. هذه تمام، شوف اعطاك تسمع، وحرفيا كتابة اللي سمعته فقط تقدروا تحلوها توا، ولو تبوا تحفظوها انتم تبوا تريحوا ضميركم عادي جدا. Will marry other than the rush you're in great health. حسنا معي انت عدا ان عندك طفح جلدي انت صحتك تمام تمام great health. Okay doctor what should I do about it. باهي دكتور شو مندير انا من على الراش هذا او كيف شو مندير له انا. دكتور قال لها I want you to go to the dermatology department make an appointment for them to look at it. باش يشوفوا، قالك خذي موعد appointment باش يشوفوا look at it. تمام، مرات في الخيارات يلعب لك مثلا يقول لك الخيار space يقول لك look at وإلا look on وإلا look in ولا look about، فأنت لازم تختار at. look دي ما تجي معها at. هذه هي الطريقة الوحيدة اللي يقدر يلعب لكم عليها، يلعب لكم في قصة الجرامر بالنسبة لهذه. تمام، أو ممكن يقول لك turn right when you pass the نقاط department. تمام، يقول يجيب لك راديولوجي، يجيب لك راديولوجيست بالاي اس تي، ولا يجيب لك pediatrician، ولا يجيب لك obstetrician. يعني هم هادو كلهم ناس، لكن أنا قلت لك department فلازم تختار الحاجة اللي فيها department اللي هي زي الراديولوجي. بس هو هذا ما عندك تبي تعرف فيه. طبعا you can put a speaking، هذا أتكون مع student الطالب وطالب تاني يتكلموا مع بعض، ونبيك تمشي لوين وين هذا المكان وهو وين بالضبط it's on there، وكيف تحدد موعد وهيك. حرفيا فوتة. hospital visits اللي هي هذا writing، عبارة عن writing انت بتاخذ المعلومات اللي جمعتها من هنا. نفس الشيء لازم يجيب لك passage باش يقول لك عبي، لازم يجيب لك نص باش يقول لك عبي، او تقدر تعبها هذه نفسها. اول شيء قال لك هذه ماري، هي ماري اللي كانت في الدكتور اللي عندنا هنا. بعدين اول شيء وين بتمشي، من خلال المحادثة عرفت انها اول مكان بتمشي لها بتمشي للفارماسي، لان قال لها الدكتور بري عبي الوصفة الصحية بتاعك او الوصفة الدواء بتاعك في الفارماسي، يعني بتمشي لها هي لولا. بعدين قالت له وين الفارماسي، قالها في الداونستيرز، قلت له الفارماسي الداونستيرز ولا، قالها ايه بحد الامرجنسي روم. فالدكتور هنا حلها في السكند فلور، وانا اظن انها فيرست فلور، لكن ما يهمكش لو جاب لك نص حتعرف انت اما فلور بالضبط. هي هو هنا قال لك لوطه، يعني انا ما نعرفش هما في اما دور باش نقول لك هما تحتهم وين بالضبط. reason علاش ماشيه refill her prescription، او قالها الدكتور refill her طبعا اليور هذا يكلم فيها هي، لما هو يكلم فيها هي طول طبعا وهي امراه ولا، فغيروها ل her ضمير الملكيه her. نزلكم شرح بسيط دائرات اهلي الانجليزي في سمستر الاعداد على الاستعمال للشي والهي والات، يعني البرونونس وضمائر الملكية والضمائر هما نفسهم. أي مدة الفيديو جو 20 دقيقة ممكن نص ساعة، ولازم تحضروه يعني باش تكونوا مثبتين فيه الجرامر مليح. حنشاركه في الجروب بإذن الله. تمام، second stop اللي هي وين بتمشي، قال لها مش قول لها بري للديرماتولوجي وين موجودة، طبعا قالها لها انها في third floor. كذلك علاش باش check on her rash، يعني بتشوف الراش بتاعها او بتشوف الطفح الجلدي هذا من وين جايها. هيك كملنا اليوم واحد، في حاجة صعبة طبعا؟ لا، سهل جدا. هنا قال لك hospital staff اللي هم الناس اللي يخدموا، staff يعني ال working people الناس اللي يخدموا. ال first floor اللي هو الدور الأول، second floor اللي هو الدور الثاني. هنا شوف معي من الاسم حتعرفه طول. هنا قال لك الدكتور باول مش عارف شنو هذا، طبعا المكتب بتاعه أو وين يكشف على المرضى. عموما هو الدكتور باول هذا cardiologist. شوفوا معي هنا، ركزوا معي كويس، كارديولوجي ديبارتمنت، كارديولوجيست دكتور قلب، سيرجين
surgery department، لكن surgeon جراح أو surgeon. تمام، هنا الدكتور هذا قالك anesthesiologist. أنستيزيا معناها تخدير، anesthesiologist معناها طبيب تخدير أو جراح تخدير. تمام هيك. pediatrician، pediatric قسم الأطفال، pediatrician طبيب أطفال. obstetrician، obstetric قسم النساء والولادة، obstetrician دكتور نساء ولادة. radiologist هذا وقلنا راديولوجي القسم، radiologist الشخص اللي يخدم في القسم أو الدكتور الأشعة. lab technician هنا في الناس اللي يخدموا اللي هم الفنيين المعامل نسمو فيهم lab technician، lab معامل technician تقني. general practitioner هذا مصطلح جديد، general practitioner اللي هو الطبيب العام. احنا كنا لما بنتخرجوا بإذن الله وبعون الله ونشوفكم أحسن دكاترة بنولوا general practitioners أول شيء، اللي هما دكاترة الدكتور العام اللي هو مش متخصص في شيء، يكشف عليه كل الناس سواء كبار أو صغار لكن ما يتعمقش في الحالات، هو اللي يحول للأقسام الثانية. تمام. nurse معناها ممرضة. pharmacist اللي هو اللي يخدم في الفارماسي، pharmacy اللي هي الصيدلية، pharmacist صيدلي. تمام، هذا ما عندك تبي تعرف فيه. طبعا هنا قالك سمي لي بعض الناس اللي يخدموا في مستشفى، سمي لك اي حاجه من اللي قلناها فوق. what are some special kinds of doctors، شنو الانواع الخاصه من doctors، او يعني يقولك الاختصاصات، يعني تسمي حتى هما نفس الشيء كيف ما يعجبك من فوق. a patient having heart surgery، واحد عنده heart surgery يعني يمين بيمشي، بيمشي الكارديولوجي ديبارتمنت، لكن من هو الشخص اللي بيمشي له بالضبط اللي هو كارديولوجيست. هنا نذكر الاسامي باش انت تمشي تدورهم فوق هل هو فعلا يخدم كارديولوجيست ولا لا. اذا هارت سيرجري تمشي الكارديولوجيست. بس كويفايد اكزام سيك فور 4 year old، فور سيك 4 year old، شخص مريض عمره 4 سنين. لمين بيمشي؟ بيمشي للبيدياتريشن اللي هو طبيب الاطفال. pregnant women لمن يمشوا؟ يمشوا للobstetrician اللي هو دكتور نساء والولادة. هنا هذا المهم، الفوكاب حرفيا هو أهم شيء في الدروس هذه. شوف، a doctor who provides many kinds of care for adults and children. أو شيء بكري قالك a department اللي هو قسم، فتعرف أنت تحل واحد من departments، لكن هنا قالك a doctor، أنا نبي الدكتور من هو الشخص من هو. أو شيء قالك provides many kinds of care، أنواع متعددة، يعني سواء كانت جلدية سواء كانت خياطة بسيطة سواء كانت تعرف شنو، يعني جميع أنواع ال care، جميع أنواع الرعاية. لمين؟ للأدولتس والتشيلدرن، للكبار والصغار. هذا مين قلنا؟ الطبيب العام، ولا هو صاحب يعالج الكل غير مش متعمق في الحالات. تمام، هو اللي يحول. إذا مين بيعالج الكل؟ الجنرال براكتيشنر اللي هو a doctor who provides أو who renders patients unconscious or prevent them from feeling pain. دكتور يخلي المرضى unconscious اللي هو فقدي الوعي يعني تخدير كامل، او يمنعهم من الشعور بالالم feeling pain اللي هو تخدير موضعي. فهي مين هذا قلنا اللي هو خبير تخدير او دكتور تخدير؟ anesthesiologist اللي هي بي a medical professional who works with samples in a laboratory. هنا هو منا في سماها لك laboratory يعني lab. تمام، الشخص يلي او هو الخبير الطبي يلي يخدم في العينات او يخدم بالعينات من هو lab technician اللي هو فني المعامل تقني المعامل ولا. تمام، اذا هي سي a medical professional who helps a doctor and cares for patients. medical professional اللي هو خبير طبي يساعد الدكتور ويعتني بالمرضى. واضحة، يعني مادام يساعد الدكتور ويعتني بالمرضى يعني هو ماهوش دكتور. مين ماله اللي يساعد الدكتور في نفس الوقت يعتني بالمرضى؟ نيرس الممرضة، مش الممرضة تساعد الدكتور مثلا في جراحة مثل هالأدوات، مش الممرضة تعتني مثلا بالبيشنس هي تغير لهم في أحوايجهم وهيكي، ومرات تعطي فيهم في حقن وباري أو تعطي فيهم في الدواء. إذا هي النيرس.
A person who fills prescriptions and gives medicine. أول شيء gives medicine سمعناها يعني يعطي أدواء fills prescriptions يعطي الوصفات اللي يعبي لك الوصفات الوصفات الدواء من هو إذا pharmacist تمام هيك شبه نعتبره كملنا الدرس The radiologist وإلا الفارماسيست has prepared the x-ray آه مدام x-ray وتالك x-ray من هو radiologist اللي هو دكتور الراديولوجي دكتور الأشعة تمام من هو يلي checking on 3 years old يعني بيشخص أو يشخص في مني في واحد عمره 3 سنين من هو لا technician طبعا لا pediatrician اللي هو طبيب الأطفال نه قالك هذا a great مش عارف من هو شخص كويس هدايا treated me after my heart attack عالجني بعد ما جتني سقطة قلبية مدام هارت خلاص انا شفت هارت اذا طول ناخد cardiologist ده نقاط says the baby is doing fine من هو اللي يقولك انه البيبي كويسة حالته مني طبيب التخدير طبعا لا من هو اذا الobstetrician اللي انه بيكشف على البيبي يلي في بطن امه دكتور براون is a famous transplant قلت transplant زراعة شفنا حتى في اليونتي قبل زراعة زراعة وين مني في قسم الأشعة ولا قصدي في قسم الجراحة ولا إذا من هو جراح ولا ممرض طبعا جراح سيرجن نفس الشيء listening you can تفوته لأن حرفيا زي ما قلت لكم لازم يجيب لك باسج وتطلع منه المعلومات زي هذه What's the main idea of the conversation؟ شنو فكرة الconversation اللي صارت اللي سمعتها؟ هنا لما سمعت أنا الconversation اللي صارت أو listening هذه سمعتها هما يتكلموا عليه blood pressure بتاع مريض فأنا اخترت patient blood pressure واضحة What will the woman likely do next؟ شنو بتدير توا المرأة؟ Call the cardiologist office تمشي تكلم طبيب القلب يلي مسؤول على المريضة هذه لأن علاش يعني كيف عرفت هذا من خلال السمع لما سمعت الكونفرسيشن اللي صارت ما بيناتهم فأنت مش حيجيبها لك إلا لو جاب لك 3-4 سطور يتكلم لك على الموقف أو جاب لك هذه جاب لك هي كاملة المحادثة هذه كلها وقال لك جاب لك الأسئلة هذه عادي تقدر تحللهم بعدين لأن سهلة شوفوا المحادثة معي Mr. MC Nellan, could you come over here for a second? ممكن تجي هنا اللحظة. Sure, Carol. What do you need? شو تبي, Carol? طبعاً, شو تبي? I just took Miss Grayson's blood pressure. كيف قست blood pressure متاع مني متاع Miss Grayson? تمام. It is 150 over 92 قلت لك 150 على 92 هذا يعتبر ضغط دم عالي لأن الطبيعي إحنا نعرفه إن 120 على 60 ولا قال الدكتور that's a bit too high هذا عالي شوية مش قلت له حتى أنا اعتقدت هيك I thought so too Who's her cardiologist؟ سأل على الكارديولوجيست قالها Her chart says it's Mr. Sarton المعلومات بتاعها أو الأوراق بتاعها يقولوا إن هذا الدكتور بتاع القلب قالها he will want to know about it يعني لازم ما يعرف بالحاجة هذه أو هو حيب يعرف بالقراءة هذه I will let his office know to set up an appointment حنقول للمكتب بتاعه باش يحددوا لها موعد good idea thank you for consulting me شكرا لأنك سألتيني أنك شنو تديري أو حاجة ما يهمك فأنت من خلال السياق هذا عرفت إنهم يتكلموا على ضغط المريضة وعرفت إنهم بالمرأة شو بدير توا بتمشي للكارديولوجيست speaking حتى هو يمكن تفوته هو كون student A و student B يتكلموا مع بعض writing حتى هو يمكن إنك تفوته لأنه يعني حرفيا أخذها من المعلومات هذه والدكتور أصلا بتاعكم فاته حللكم بتاع اليونت واحد بس تمام توا اليونت 3 hospital equipment Hospital equipment معدات المستشفى بسيطة جدا وسهلة أول شيء عندك المعدات المستشفى قالك large items such as wheelchairs and pressure mattresses are in the back of the room قالك الحاجات الضخمة أو المعدات الضخمة زي wheelchair و pressure mattress اللي هما في نهاية الغرفة هنا هذا فقط إنه بيقول لك الترتيب الحاجات شن هي فأنا بنقول لك توا بنت ناخد الكلمات اللي بالبلاك اللي هما بالبولد العريض الخط العريض
نقولوا شو معناهم ونفهمهم شنو هم، لأن حرفين هذا يقول لك وين كل واحد، وين تلقاه وين تحطه وهكذا، فما يهمكش. أو شيء wheelchair اللي هو الكرسي المتحرك، هو هذا الويلتشير اللي هو كرسي متحرك. البريشر ماترس، نشوفه فيه الصورة اهي، هذا البريشر ماترس اللي هو سرير الضغط، كويس لأوجاع الظهر أو باك بين، تمام. الغاونز، غاونز اللي هو الثوب اللي يرتديه المريض. بيد فانز اللي هو أحواض السرير أو حشاكم الأحواض يلي يقضوا فيها المرضى حاجتهم، مرات ما يقدروش يتحركوا يمكن بعيد أو عجزة، فلازم يقضوا حاجتهم في البيد بانز هما اللي هما مرفقات بالسرير. سرنجز، هذه سرنج، شنو هي سرنج؟ الإبرة، تمام. طبعا لازم، قالك لازم لازم dispose of used syringes بعد ما تستعملها طول، تحطها في sharp container. شنو هي sharp container؟ علبة مخصصة بالحاجات الحادة اللي تحط فيها syringes أو المشرط أو أي شيء حاد، تمام. هيك sharp syringes sharp containers هي حاويات sharps. sharps معناها حادة، مواد الحادة أو المعدات الحادة. gauze، gauze شاش طبي، شاش اللي يلفوا به الجروح. لاتكس، جلوفز، جلوفز معناها جوانتي، لاتكس اللي هو المادة مصنوعة منها، يعني الجوانتيات الطبية، تمام. قالك حطهم مش عارفة وين، موجودات تحت السرنج في الشلف مش عارف شنو هو، ما يهمكش. قالك لما تستعملهم، يعني واحد خلاص استعمل أو واحد بتنحي له الشاش مثلا في على الجراح، طبعا يكون ملبس، يعني ملبس بالدم والحشات، الدم ما تدريش عليه هو شن فيه من أمراض وشن فيه من خبابير سود، ولا لازم تلوحه في كونتينر خاصة أو وعاء خاص اسمه بايو هازارد كونتينر، بايو هازارد ويست كونتينر، اللي هي الفضلات الخطيرة أو الفضلات الطبية الخطيرة، تمام. If any items are out of stock، لو أي items طلع تمت من stock أو تمت من عندنا، submit order to a form to the front desk، تمشي تطلب، تمشي تدير طلب، باي طلب إن كذا كذا نقصد منه، وتمشي تعطيهم للديسك اللي هو المكتب. oxygen tanks، تعالوا معي oxygen tanks اللي هي اسطوانات الأكسجين. قال لك اسطوانات الأكسجين اللي تباها للمرضى موجودة في الدور الثاني بحدا غرفة السيرجري، وطبعا ما يهمكش مكانها أنت، فقط أعرف شن هي الأكسجين تانكس. قال لك شنو بعض الكومن هوسبيتال إيكومنتس، سمي شن يعجبك من فوق، خذيناهم الإيكومنتس كلهم، المعدات. How should disposable medical equipment be thrown away، كيف الحاجات اللي نقدر نلوحها تلوحها. طبعا قلنا انه بنحطها في البايو هازارد ويست كونتينر، ولا لان هي في المواد الخطيره ما تنديش عليهم من شني فيها عدوى، او ممكن تكون آلات حاده وعليهم عدوى وما ادراك، لازم نلوحهم في مكانات خاصه اللي هو بايو هازارد ويست كونتينر، خد بالك يلعب على هالبا، تمام. هذا ستورج روم كانت هولد لارج ايتيمز لايك بريشر ماترز، الستورج روم اللي هو غرفة التخزين ما تشدش في الحاجات الكبيرة الضخمة زي بريشر ماتريكس الماتريسس اللي هي الأسرة الضغط، طبعا غلط لأن احنا قلناهم انه هما في نهاية الغرفة، ولا oxygen tanks are stored in the patient's room، oxygen tanks عبوات الأكسجين يمشوا خزنهم في غرف المرضى، طبعا لا غرف المرضى بنجيبهم امتى يحتاجوها، بس syringes should be disposed of in a biohazard waste container، ما تقوليش sharp container، sharps container لازم نلوحوا فيها، هي صح لازم نلوحوا فيها، لكن بعدين sharps container وين بتمشي؟ ما هو هي حتى هي مخلفات خطيرة، فحتى هي بتمشي في الأخير إلى biohazard waste container اللي هي مخلفات طبية الخطيرة، فهنا حلها صح، ما تقوليش غلط وتقولي إنها لا هي مفروض sharps، حتى دكتوركم لو حلها صح تيرو. هنا طبعا الفوكاب اللي هي أهم حاجة قلناها في الشيت أو أهم حاجة في اليونتس. A cotton fabric used to cover wounds or surgical incisions. Cotton fabric نسيج من القطن نستعمله باش نغطوا الجروح أو surgical incisions. Surgical incisions اللي هما الفتحات الجراحية. شو بنستعمله احنا؟ نستعمله الغوز ولا اللي هو الشاش الطبي.
A long robe worn by hospital patients. روب طويل يلبسوه مني ال hospital patients المرضى. إذن gown اللي هو be gown. A box for the storing of used needles and other sharp medical instruments before disposal. أنا ما دام قلت needles معناها إباري ولا sharp medical instrument اللي هي معدات حادة. إذن وبنحطهم في sharp ولا biohazard. ما دام هنا حدد لك sharp. إذن تحطه في sharp container. A device used for injecting liquids into the body. جهاز نستعمله فيه باش ندخله السوائل liquids في جسم الإنسان. طبعا شن هي؟ هادي سرنج ولا هي ليبرا سرنج. A box for the storage and disposal of dangerous medical waste. Box صندوق بنستعمله فيه باش بنخزنه وباش بعدين باش نلوحوها dispose باهي of dangerous medical waste. فضلات طبية خطيرة. شن بيكون البايو هازارد ويست كونتينر اللي هي اي. تمام نحط هذا مهم. Wear a new pair of نقاط to examine the patient. انا قلت لك انت البس شن بتلبس؟ بتلبس الروب متاع البيشنتس ولا بتلبس الجلوبس باش تكشف على المريض؟ انت اصلا دكتور ولا في شي بتلبس؟ بتلبس الجلافز وعلاش؟ باش بتكشف على المريض. تمام هيك ان ولا ايه نقاط help Mr. Heiss breathe. انا قلت لك breathe معناها يتنفس بالكرسي المتحرك. هي عليك هاك الحرف. اذا الاكسجين تانك اذا شنو بيساعد على التنفس؟ سون الاكسجين. واضحه جدا. ده نقاط in this room need to be emptied before you leave. حاجة لازم تفضاها في الغرفة، حاجة في الغرفة لازم تفضاها قبل ما تطلع. تفضاها شنو هي؟ لاتكس جلوفز. تمشي تفضي الجلوفز. لا ما لاتكس جلوفز أنا بنستعملهم باش نستعمل فيهم نكشف فيهم على البيشنت ولا. إذا هي البيد بانز اللي قلنا الوعاء المخلفات أو وعاء الفضلات اللي بيستعمله المريض ولا يعني يبدأ معبي بالفضلات حشاكم. لازم ما يتفرق. إذا هو البيد بانز. Please get Mr. Wilson a نقاط so he can move around. بالله عليك جيب لي مستر ويلسون. شنو هو اللي بيجيبه له؟ باش يتحرك، باش يقدر يتحرك. يتحرك بالوعاء الفضلات طبعا لا، يتحرك بالويل تشير اللي هو الكرسي المتحرك. Order a ولا an pressure mattress oxygen tank for Mr. Jones to help her back pain. باش بتساعدها في وجع ظهرها. Back pain وجع الظهر شو بنستعملوا؟ لا بنستعملوا سيرامت الكوشوجين. لا شو بنضربها بها هنا باش يتصلح؟ بريشر ماتريس اللي هي سرير الضغط. تمام نفس الشيء listening you can't فوتها لان عرفتها هنا من السياق. لو جاب لك هي الكونفرزيشن اللي صارت ويقول لك عشان كانوا يتكلموا عشان كانوا يتكلموا بتقول هم يتكلموا على الحاجات اللي لازم منعبها مرة تانية. supplies اللي هي المعدات. تمام شو بيدير بعدها في النهاية؟ هي قلت له في نهاية المحادثة قلت له بالله عليك فضيلي الشارب كونتينر اللي هي البوكس اللي يحتوي على السيرنجز. تمام فهنت تختارها هي من سياق الكلام. تعالوا نقروه بسرعة. Gray, have you done your supply check for today? Yes, I just finished them up. هل كملت تشبح المعدات اللي ناقصتنا اليوم؟ شكلها ايه كيف كملتهم؟ Are we short on anything? هل ناقصتنا حاجة؟ قالها yes, we need some more latex gloves in exam room 1 و3. قالك في غرفة التشخيص أو غرفة الكشف 1 و3 نحتاج بعض من latex gloves أو قفازات زيادة. قلت لها okay. أي حاجة تانية؟ Anything else? There are only a few syringes left in the storage closet. في خزانة التخزين فقط موجود ما زالوا شوية سرنجات شوية إباري ما يسدوناش لغدوة فلازم يسجلها باش بيطلب منهم ولا. Okay, I will have to order some of those. قلت تمام مثلا لازم نطلب شوية من هادو. That reminds me. قلت فكرتني. Don't forget to empty the shard containers. لأن أنا تكلمت على السيرنجز ولا
أنا يفكرني بشني إنها أنا مفضي البوكس اللي فيه السرنجات، فقلت لها أنا فضي لي البوكس اللي فيه السرنجات، فإذا الراجل في الأخير خيره بفضي البوكس فيه السرنجات، وهذه هذا علاش عرفناها هنا إنه بفضي البوكس فيه السرنجات لأنها موجودة في نهاية المحادثة. قال لها will do، سوف أفعل ذلك، see you tomorrow، أراك غدا كارو، وهكذا تمينا. طبعا speaking you can't فوتا، كذلك writing you can't فوتا، حتى أصلا دكتوركم فاتا. تمام، تو تعالوا معاي نمر بسرعة على الجلوسري. على ميني الجلوسري، حاجة خديناها خلال اليونيتس مش هنعاودها، نشوفهم بسرعة بسرعة. تمام، أول شيء anesthesiologist عرفنا إنه هو دكتور ensures the patient's unconscious. آه مادام عرفت unconscious خلاص طول نختاره anesthesiologist، وهو دكتور مش يجيب لك انستيزيا يقول لك شنو هذه انستيزيا تخدير بس، لكن انستيسيولوجيست هو الدكتور يلي يخلي البيشنت يخدره. تمام، بيد بان هو بوت وعاء يوزد فور ريليفينج وان سيلف وان ا بيرسون از نوت ايبل تو جو تو ذا باث روم، يعني يستعمل باش يخفف على الواحد علاج لما شخص ما يقدرش يمشي للحمام، يكون معاقه كيف طلع من عمليه ولا حاجه، فلازم يقضي حاجته وين في البيت. بان هو بوت وعاء، تمام هيك، اذا لما تلقى باثروم تلقى بوت خلاص. بايو هازارد ويست كونتينر هي بوكس مشين ستورج فور وان ديسبوزل اوف دينجرس ميديكال ويست، خديناها. كارديولوجيست وكارديولوجي الفرق بيناتهم هما زوز هارت بروبلمز، باهي زوز هارت وهارت بروبلمز او هارت ديزيز، الا انه الكارديولوجي ديبارتمنت، لكن كارديولوجيست دكتور لو يحبهم هلبة هلبة دكتوركم الجلوسري فركزوا فيه كويس. ديرماتولوجي اللي هي قسم الديرما ولا قسم الجلدية، إذا هي هوسبيتال ديبارتمنت مختصة بعلاج شني سكين وسكين ديسيز اللي هي الجلد وأمراض الجلد. إمرجنسي غرفة الطوارئ ديبارتمنت إز هي ديبارتمنت هي قسم قلنا ومن أقسام المستشفى. People with very serious or life-threatening injuries are treated. ناس بحاجات very serious، serious خطيرة جدا أو جدية جدا أو life-threatening اللي هي مهددة للحياة، إصابات مهددة للحياة أو خطيرة جدا، يعالجوها وين؟ في الإمرجنسي. Goals خذناه هو cotton fabric، لا نسيش قطني، نستعمله باش نغطي الوندز والسيرجيكال انسيجنز هي الجروح والفتحات الجراحية. جنرال براكتيشنر عرفناه هو دكتور ولا يعالج كل انواع الناس من الادولت الى غاية التشيلدرن وجميع يوفر جميع الرعايات، يعني جميع انواع الرعاية. جاون عرفنا الجاون هو اللي يرتدوه المرضى، هو لونج روب طويل أي أو رداء طويل يلبسوه الهوسبيتال بيشنت. هارك راح رفت تقولي دكتور، لو جابلك دكتور يجي تقولي غلط لأن يعني الدكتور ما يلبسش الجاون، الجاون يلبسه البيشنت فقط. لاب تكنيشن عرفنا إنه فني، ما يجيش يقولك دكتور وتقولي صح. نهارك راح رف ميديكال بروفيشنال هو ميديكال بروفيشنال اللي هو بروفيشنال طبي، بروفيشنال كلمة راحت مني، خبير طبي، خبير طبي ما هوش دكتور بالك. هو works with samples in a laboratory، يخدم بعينات وين؟ في معمل، واضحة جدا تقول تختار ها هي، انتم احسن حاجة عندكم MCQ ما هوش كتابية. لاتكس gloves اللي هي قفازات اللاتكس. Disposable gloves نقدر نتخلصوا منهم، disposable يعني استعمال مرة ولوح. Use it during medical exams or procedures. استعملهم أمتى؟ لما بتشخص وإلا لما بدي عملية. Nurse حتى هي medical professional، ما تجيش تقول لي دكتور. Who helps a doctor and cares for a patient. هي النيرس خيرها شو مهمتها أصلاً؟ تساعد الدكتور وتعتني بالمريض. Obstetrician obstetrics تلقى pregnant woman بهي أو woman، تمام؟ إذن حاجة فيها الأوبستتريكس أو أوبستتريشن. أوبستتريكس قلنا ديبارتمنت، أوبستتريشن اللي هي دكتور، فتركز لي عليها هذه
وهي ال unborn children، عارضي بالك حتى هي ال unborn children، ما تقوليش children بس تجيبي تقولي obstetrician، لا obstetrician فقط ال unborn اللي قاعدين من ولدوش، من بيعتني بيهم ال obstetrician. orthopedics قسم، قسم شنو؟ قسم العظام ولا اللي هي hospital department، هارد باك department مش دكتور، that specializes in treatment of bones and muscles، دي علاقة بالبونز أما خاص شبح بون المصل، إذن orthopedics. oxygen tanks اللي هي خزانات الأكسجين، metal cylinder فهي metal cylinder that holds oxygen، استوانة معدنية فيها أكسجين أو تحمل أكسجين. pathology تفكروا فيها إنها hospital department، كذلك تختص بالعينات taken from patients for diseases، إذا تختبر العينات باش تطلع disease في وسطها، هو قسم الأمراض ولا إذا لازم يقول لك disease و sample، لو قال لك sample ومعها lab إذا lab إذا lab technician، لكن قال لك sample و disease إذا pathology. وده كان lab technician دكتور، لكن pathology department. pediatrician pediatrics ما قلناها ليها علاقة بالchildren، مادام شفت children ومش unborn obstetrics، تمام مادام شفت children إذا تقول pediatrician أو pediatrics. pediatrics اللي هي department و pediatrician اللي هو الدكتور. pharmacist والpharmacy زوز اللي علاقة بالصيدلة. pharmacy business ولا department هي قسم وإلا business، لأن يعني business فيه اللي يفتح صيدلية فقط لبزنس ولا، أو pharmacist هو الدكتور that fills prescription and gives medicine، يعني اللي بيعطيك الدواء وبيعبي لك الوصفات، من هو؟ هو دكتور وهو pharmacist الصيدلي. تمام. the pressure mattress عرفناها هي special mattress بسرير خاص أو فراش سرير خاص مصمم to improve blood flow and comfort، مصمم باش يحسن لك الدورة الدموية ويوفر لك راحة أكثر، واضح جدا. تمام. راديولوجيست والراديولوجي نفس الشيء، قلنا رد بالك الراديولوجي هي ديبارتمنت، راديولوجيست هو الدكتور، وأي حاجة لقيت فيها إكس راي وإلا سي تي سكان إذا لها علاقة بالراديولوجي، راديولوجي ديبارتمنت وراديولوجيست دكتور، ما تخلطليش. sharp container اللي هي البوكس يلي فيه syringes أو البوكس اللي فيه المواد أو الأدوات الحادة. a box for storing and if of used needles and other sharp medical instruments before disposal، هو أصلاً واضح إحنا بنتخلصوا منهم، لكن وين نحطهم مؤقتاً؟ نحطهم في sharp container لا، هو البوكس اللي بنستعملوه باش نخزنوا needles اللي هما الإباري و sharp instruments اللي هما المواد الحادة، أي حاجة يقولك فيها needle ولا sharp instrument ولا syringe تقول تمشي للsharp container. والباي هازارد كونتينر حتى هي مش غلط، لأن في الأخير حتمشي لها، لكن الأصح هي sharp container لو لقيتهم هذا اثنين هما في الخيارات. تمام. شو بقى نعتبره؟ تمام كملنا خلاص. سيرجين وسيرجري، سيرجري قلناها إنها ديبارتمنت وسيرجري هو الدكتور. تمام. اللي من اللي يطبق البرفورمز اوبريشن على البيبل، من اللي يطبق العمليات على الناس اللي هو السيرجين هو دكتور، ومن الديبارتمنت يلي تدير في العمليات اللي هي السيرجري هو قسم الجراحة. operations معناها عملية، ما تريحش منكم، أو ممكن يقول لك procedures أو يقول لك organ transplants أو transplants بروحها، كلها يجوز. syringe اللي هي الإبرة ولا a device جهاز consisting of needle فيها needle اللي هي الإبرة، chamber اللي هو المكان اللي فيه السائل، and piston اللي هو هذا اللي من هنا اللي هيك اللي ندفوه باش يطلع السائل، فإذا هذا needle وهذا chamber وهذا البستون. used for injecting liquids into the body، يستعملوا فيه باش نحقنوا السوائل في الجسم. تمام واضحة جدا. آخر تعريف اللي هو الويلتشير. ويلتشير is a mobile chair with wheels used for moving a sick or disabled person. ويلتشير اللي هو شنو؟ كرسي العجزة ولا مورينهولك في الصورة هذه، لما واحد مقعز ومقعز عليه كرسي متحرك. الويلتشير is a mobile chair with
wheels أول شيء هو قال لك إن كرسي متحرك موبل متحرك chair كرسي فيه عجلات wheels عجلات used for moving a sick or disabled patient استعملوا باش نحركوا شخص مريض أو شخص معاق مش المعاقين بس يستعملوا مرات مريض ما يقدرش يوقف شوية كيف الوقت هو على خاطر كيف طالع من جراحة عادي يعني هي sick مريض يعني disabled person اللي هو المعاق disabled person يعني معاق وبهيك كملنا المحاضرة الجاية حتكون يونت 4 و 5 و 6 و 7 على منصة نيو مايند والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.